شوف ازاي هنعمل الكيكه الاسفنجيه الاول اللي بناء عليها هي ديت اللي هنبدا نشتغل بيها. ايه الفرق بين البلاك فورست والوايت فورست؟ اعتقد المسميات باينه، دي بتتعمل بالشوكولاته الغامقه ودي هتعملها كلها ابيض في ابيض. ربنا يجعل ايامنا كلها بيضاء ان شاء الله. طيب تعال نشوف عندنا هنبدا الاسبونش الاول هنعمله ازاي. اول حاجه بجيب عندي الحله اللي هنبدا نشتغل فيها او في العجان، عندي 6 عدد بيض وعندي نص كيلو من الاسبونش الجاهز، اسبونش فانيليا جاهز، وبعد كده عندي ربع كوبايه من الميه. خلينا جيمي اول حاجه كده نبدا واحده واحده بقى بس يعني يا حب دي كده اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا ناخد عندنا البيض نحطه عندنا في العجان. بالمناسبه بس عايز اقول لكم، بس في الحلويات البيض بيتوزن يعني هو من الموضوع، حتى مش ما فيش حاجه اسمها في اي ريسبي بالنسبه للحلواني ما فيش حاجه اسمها 5 بيضات 6 بيضات 10 بيضات، لا يعني مثلا هو المفروض 250 جرام بيض، فاهم ازاي؟ لان ساعات في بيض بيبقى قليل وساعات في بيض بيبقى وزنه قليل وفي ساعات وزنه بيبقى كبير، فبالتالي البيض اصلا اصولا يتوزن. لكن على قد ما نقدر بقى يعني بقول لك والله الحاجات اللي فيها اصول يعني انت ما شغال على طول 6 بيضات شغالين زي ما احنا شغالين كده وعلى بركه الله ان شاء الله والحاجات تطلع زي الفل. هنبدا ناخد عندنا 6 عدد بيض وعندنا نص كيلو من الاسبونش الجاهز. بسم الله، انا لازم احط الحاجات السايله الاول تحت عشان لو حطيت البودر والبيض عليها من فوق الحاجات الجافه ديت بتلزق جوه الحله من تحت، فعشان كده لما نيجي نشتغل في اي حاجه من ديت بتحط الحاجه السايله فين؟ تحت الاول. ايوه يا شروق ده حقيقه. لا لازم اشغل واحده واحده كده على ما البودر يخش جوه الكلام ده. اول لما اتاكد ان البودر خلاص دخل جوه البيض بنبدا ننزل عندنا بربع كوبايه من الميه. يلا بينا بس نعلي السرعه بقى. كده تمام. هنا بقى جيمي عندنا تسيح الشوكولاته اللي احنا بنتكلم عليه كتير. الشوكولاته احنا بنجيب هنا بوله نص دايره نحطها الميه بتبقى شغاله تحتها اهيت، نار متوسطه، بخار بيطلع قدام حضرتك وتخلي بالك من البخار عشان ايدك مهم جدا. حط عندك البوله ديت، النار لو هتشغليها على نار عندك لازم النار تبقى هاديه ما تطلعش بره الحله، لانها لو طلعت بره الحله وطلعت على البوله هتلاقي الشوكولاته ديت عملت جناش معاكي وخرزت منك كتير قوي بتحصل، لازم النار تبقى هاديه. حط الشوكولاته ونسيحها كويس جدا مع بعض عشان انا هسيحها وبدل البشر ما هبشر الشوكولاته هقول لك على طريقه تانية نعملها على الرخامه، بس الرخامه بتاعتنا تكون ايه؟ تكون ساقعه كده حلوه زي هنا ديت، هتطلع معاكي حلوه قوي ان شاء الله. طيب انا لو عندي طوق زي ده قدام حضرتك استانلس زي ده وده مهم جدا وده في التسويه بيبقى احلى بكتير، تقدري تعملي ايه بقى؟ ازاي تقدري ان انت تسوي فيه الاسبونش بتاعك؟ اول حاجه بجيب عندي الاسترتش بتاعنا كده نقوم فاردينه كده وبعد كده بقوم شده جامد على الطوق نفسه، بجيب سكينه واقوم قاطع من هنا حلو واقوم واخد دي كده بص بقت عامله ازاي حلو، بقوم قلبها كده عشان هصب هنا، بس قبل ما اعمل حاجه هنا اقوم جايب عندي حته شويه حته فويل كده صغيره نقوم قاطعينها واقوم حاطط فيها الفورمه هنا في النص، ماشي الفورمه بتبقى موجوده في النص هنا
ببدا اخد ايديا دي كده واقوم عامل دي كده واقوم واخدها ضاغط عليها من هنا بايديا كده. بص بقى كده وتقومي لفه كده اهي وتضغطي قوي ماشي كده، نلف كده ونضغط كده قوي تمام كده اهو. بص يا معلم بقت عامله ازاي اهي، حلو بقت تمام التمام. نبدا ناخدها عندنا نحطها عندنا في الصاج ونبدا نحط فيها الاسبونش اللي هنبدا اللي احنا نطلعه. طيب لو ما فيش عندي فورمه زي ديت ممكن نستخدم عندي ثلاث صواني من كيتشن نوفا الثلاث مقاسات، ممكن ناخد المقاس الكبير ورق زبده بتقومي واخداه كده حطاه هنا وهم واخد ديت الحرف كده بالظبط، تقومي قصه من هنا كده وقصه الزياده دي من هنا، فبالتالي حاجه احط ديت هنا. بصي هتلاقيها بالظبط على قد الايه؟ على قد الصينيه، مفيش اسهل من كده صح؟ طيب عشان تثبت معايا بعمل ايه؟ باجي عندي شويه ميه صغيرين اهي ايديا كده بتبقى فيها حاجات ميه بسيطه، بنقوم عاملين كده الميه واخده دي كده حطاها هنا تمام كده. النص كيلو هيجيب لي دي ودي ان شاء الله. الاسبونج طبعا طبيعي بدا يعلى معايا، الكثافه بتاعته بتتضاعف معايا. انا بقول لك الحاجه هي تقدري تعمليها زي ما قلت لك في البيت، انا ماشي معاك خطوه خطوه. ممكن نشيل دول بقى ثلاثة دول خلاص. تمام جدا. أول خطوة طبعا قبل ما ببدأ أشتغل أنا لازم بروح أظبط عندي الفرن. وقلت لك قبل كده هتسوي سبونج زي ده يا جماعة درجة الحرارة دي بتختلف عن درجة الحرارة دي. ليه؟ اول حاجه انا بحط هنا الطوق ده بياخد كميه كبيره، فبالتالي ما ينفعش اعلي درجه حراره زي ده. يعني الصاج لما اجي افرد عليه الاسبونج بيخش على درجه حراره 200 او 190، ده لازم 165 ل 170 عشان ده بياخد تسويه اكتر. ده بياخد الفرن 10 دقائق ل 12 دقيقه، ده بياخد 25 دقيقه، فبالتالي ده بيبقى درجه حرارته اقل. فتخلي بالك من الموضوع ده كويس قوي، لو هتعملي حاجه عاليه لازم درجه حرارته تبقى اقل. هروح اظبط الفرن هنا، هخلي ده لهنا 165 عشان الفرن ده عالي شويه، وده 190 تمام. ممكن اعمل حاجه بس كده مهمه، نقطة زيت بسيطة قوي يعني، ممكن نتحط لها ورقة زبدة من الجنب بس يعني بلاش ملهاش لازمة يعني. هبدأ اخد الباشا ده كده، وطبعا انت حضراتكم سيدي يعني الناس يعني دلوقتي بقت شاطرة دلوقتي في موضوع الكيك وتسويته، اللي انت ما ينفعش تفتح عليه الفرن قبل 20 دقيقة يعني، ما ينفعش املا اكتر من نص الفرمه عشان ما تطلعش بره كده كده، ده هيطلع دلوقتي وهينفش معايا. هاخد الباقي هنا ونحطه هنا في الايه صواني الكيتشن نوفا بتاعتنا قدام حضرتك اهي، عشان ده هعمل منها الجاتوه والطوق ده هعمل منه التورتايه. عرفتوا بقى انا حطيت شويه ميه صغيرين تحت على ورق الزبده ليه؟ ها عشان لما اجي افرك كده مفيش حاجه تطلع، تفضل ورقه الزبده ثابته معايا. الحلويات دي اسهل حاجه في الدنيا يعني، بس اهم حاجه تحترم الخطوات والمقادير بس. ما اعرفش ايه اللي انا عملته ده بس عادي. يلا بينا نسوي واحد هنا
واحد هنا عمو جيمي. يلا غالي ثانية واحدة بس نعمل حاجة هنا بس يا عمنا. عايز اشوف الشيكوليتة هنا الاخبار. بص يا باشا على نار هادية كده، بص تلاقيها ساحت معاكي بقت فلالي اهي، ولا تجنش ولا مين تعمل اي حاجة. بص البخار تحت بيعمل ازاي على الهادي يا زبادي، بلاش بقى تلاقيها بتغلي والنار تبقى سخنة تحت. الشوكولاتة، الشوكولاتة مش محتاجة الكلام ده، عايز تحطها في الميكرويف برضو 30 ثانية في 30 ثانية، يعني ما تديهاش دقيقة كاملة وتتقلب بالظبط. الله ينور عليك عمنا، انت بقيت شيف لازم لازم ليه بقى ليه بتتقلب؟ لان حضرتك لو انت حطيتها الدقيقة هتتركز في حتة وهتتحرق وتتشوي بالظبط، فلازم انت شكلك كنت بتزعل شوكولاتة قبل كده ولا ايه؟ مش والله جيمي شكله فاتح فرن في الحدايق. ادي يا باشا الشوكولاته اهي، تبص عامله ازاي، الموضوع في منتهى السهوله. تبدا الشوكولاته عندي تسيح ونبدا ان احنا نشتغل ان شاء الله مع بعض. طيب انا في الفاصل عندنا الكريمه النباته اهي اللي هنبدا ان شاء الله نشتغل بيها، هنغسل حله ونبدا نحطها عندنا في العجان نظبط بيها القد. هنا 170 وهنا درجه حراره 190، قلنا ليه؟ عشان دي هتبقى على صاج رفيعه فبالتالي بتاخد درجه حراره اعلى، والتانية اللي هي في طوق بتاخد درجة حرارة على مهلها خالص لأنها بتاخد وقت أكتر من 25 دقيقة ل 30 دقيقة. طيب تعالوا نشوف عندنا الكريمة إزاي هنخفقها. بجيب عندي الكريمة قدام حضرتك كده، أشغل في الميكسر بتاعنا، نحط عندنا دي الكريمة، هي بتبقى فيها سكر أصلا وبتبقى فيها كل حاجة بدون أي إضافات. نقوم مش ده نازلين ونشغلين. تعالوا بقى نشوف احنا كنا عاملينها في صاجات مش عاملينها في طوق، فبالتالي انا قشرت اتنين اهما وهنبدا نقطعهم. نمشي ايه على الحروف بالظبط اهي عشان تطلع الاثنين بالظبط ايه مدورين. طيب انا لو انا جبت دي هنا يا جيمي كده مش هتبقى مظبوطه صح؟ تبقى في حته كده اهي فاضيه، فبعمل ايه؟ بقوم قاسم دي كده ماشي، وبعد كده بقوم ايه واخد الاثنين دول حاططهم هنا كده، فاهم ازاي؟ وبعد كده اقوم واخد ديت، فبالتالي هتطلع كل القطر مظبوط. مفيش اي حاجه تقدر خالص في الكيك نهائي يا جماعه، مفيش اي حاجه اسمها هدر كيك خلاص. الباقي ده بيتعمل بيه حاجات كتير جدا، بيتعمل بيه ترايفل، بيتعمل بيه البوبس كيك، بيتعمل فيه بيه 100 حاجه، يعني اللي هو كله اللي بيطلع ده بيطلع منه حاجات كتير جدا، وده اللي هوريه لكم اصلا يعني اهو. او تحشيه النص، يعني انت فاكر المحلات بيشتغلوا ايه؟ ما هو ده بيتحشي النص ما فيهوش حاجه، كيك عادي. الفكره بس احنا بنحط انا بس عشان بنصور فبحط لك الحاجات اللي هي بتبقى سليمه على بعضها، لكن هي الفكره لو انت بتعشي بتحط الحاجات دي في النص اللي هي اللي بتطلع، او تحطيها كده ببوله وتحط عليها كريمه ومربى وتقومي ضربها في العجان تطلع معاها بوبس كيك زي الفل، ومعانا الشوكولاتات ومعانا كل حاجه. طيب تعالوا ناخد عندنا الفورمه ديت، بص الكريمه خلاص هي اتخفقت خلاص تمام. ما بتاخدش معايا وقت اهي، القوام بتاعها انا محتاج بصراحه اديها كمان كده حاجه بسيطه، دقيقه كمان كده ولا حاجه. تعالى يا جيمي ناخد دي ونعمل منها جاتوه. قوي اشيل دي برضو احطها هنا في البوله ديت عشان هعمل بيها حاجات كتير قوي. ماشي
تعالى يا باشا اقول لك نقشر الاسبونج. بص بفكه ازاي كده كده، اعتقد ده بقى تمام، ده استوى اهو، طلع اهو يا باشا. هتعمليها في صاج، تعمليها في صواني الكاتشن اوفا ديت، كله شغال وزي الفل اهو قدام حضرتك اهيت، ما شاء الله عسل. بجيب عندي بقى السكينه كده او ترانش زي ده كده اهوت، ونبدا ايه، قلت لك قبل كده على الموضوع ده، ده بتاع الحلويات اللي هو المارن ده طويل، ده ده بتاع الحلويات اللي عايزه تبدع في البيت وتعمل حلويات وتقطع جاتوه. الترانش اللي معايا ده اهو داخل على كام سنه؟ لا هو بفضل الله يعني داخل على 5 سنين، انا من اول ما جيت هنا القناه وهو معايا، ده بعمل بيه كل حاجه ايدي ورجلي بصراحه، يعني في حاجات كده اشياء لا غنى عنها في الحلواني. انا ده جامد جدا اللي هو ده، مش اللي هو التخين ده، ده ما بيعمل، مش هتعرفي تعملي بيه حلويات، ده بتقطعي بيه حاجات تانية كتير، لكن الخاص بالحلويات والسبونش والكيكات والجاتوهات هو اللي انا بقولك عليه ده. يعني التخين ده عمره ما يقشر التقشيره اللي انا قشرها لك دلوقتي، قشر كده ازاي بقى، قشر كده اهوت اهو. لازم طبعا الاسبونش يبرد الاول عشان تعرفي تقشريه، يعني تحط في التلاجة مش أقل من 2 ساعة عشان تعرف تعمل الحركة دي أهي. بقطع كده المدور عشان نعمل كأن حاجة كده حلوين كده. بسم الله. 2 ناخد آخر 3 ألم ونظبط بقى عشان ايه، نبدأ نحشي. نشوف هنعمل، هنشتغل ازاي الحشوة، احنا نبدأ نشتغل بيه دلوقتي الكيكات بتاعتنا. طبعا عندي مربى اساس، طبعا اي نوع مربى عندك بتشتغل معاك تبقى زي الفل. ونبدأ نعمل ايه، هجيب التوق ده هوت اول حاجة كده، واخد عندي بلاش اللي هما منفصلين، اخد عندي السليمه، ديسك سليم اهو في الاول، نقوم حاطينه هنا كده. بعد كده بنقوم واخدين عندنا شربات ميه بسكر عاديه جدا، هو يفضل ان الميه والسكر تتحط على النار الاول يغلوا، شربات يعملي شربات خفيف، شفت شربات البسبوسه، كوبايه سكر على كوبايه ميه يغلي، اديله نص عصير ليمونه وتسيبيه يبرد وتشتغلي بيه، افضل ما تعملي السكر على البارد. لسه هيمه، تسلم هيمه، مش الكيك لسه صح. حط عندي شويه شربات، حته مربى صغيره، ونبدا ايه، نقوم موزعين مش كتير بقى، يعني بلاش مربى كتير، هي كده حته صغيره بس منها. اخد عندي الكريمه يا عمنا، ونقوم ايه واخدينها حطينا هنا كده اهو، ممكن في سباتله كده صغيره. بسم الله يا رب اللعينه، سلام، هي دي ماشي براحتك. ربا شفتي مش كتير، حاجة معلقة صغيرة جدا منها. كريمة أوزع، مش هنحط مربى تاني خلاص كده، هي كده تمام عشان نعرف ايه ناكلها. بحط انا كريمات بسيطه وسبونش كتير، انا احب اكل الكيكه كده كريمه بسيطه وسبونش كتير، بس اهم حاجه السبونش يكون خدمه اللي انا بديله الشربات بتاعه المظبوط. you
بعد كده اخر واحد بقى من هنا كده بنبدا نحط اللي هو السليم بقى، فاهمه ازاي؟ يبقى انا السليم حطيته فوق تحت، ده المظبوط عشان الكيكه تطلع معايا صح ونعرف ان احنا نقسمها صح. عشان عندي الكريمات ديت كده، ماشي اوزع الكريمه. ممكن نعمل حاجه بسيطه، هو كنت المفروض اخدها على القاعده المدوره لكن عادي يعني مفيش مشكله، عشان بس الصوت ما يزعجش حضراتكم. حطيت منديل من تحت، دي بقى بنحط الكريمات ديت عشان ايه؟ هنثبت الشوكولاتات الجميله ديت على من فوق. طيب الزيادات ديت كده اهو زي ما حضراتكم كده شايفين، عشان قلنا الشوكولاتات ايه هنبدا ان احنا نحطها عليها، نبدا نشيل دي كده اهي. بعد كده بنبدا ننظف حواليها ونظبطها عشان هنروح نعمل لها الشوكولاته الشيفنج. تشوف هنعملها ازاي. بص انا بحط شوكولاته هنا، دي طبعا بتعمل نفس اللي انا عملته عشان بس ايه دي نعملها في الفاصل، نفس اللي انا عملتها اقوم واخد دي كده برضو، وهنبدا اللي احنا نحط دي كده ونحط مربى وشربات ونبدا نحشي ونظبط الموضوع، بس مش هحط كريمه من الجنب عشان هقطعها جاتوه. طيب الشوكولاتات بقى يا جيمي، بص يا باشا معايا الرخام عندي لازم تبقى ما فيهاش اي حاجه خالص وتبقى نظيفه مفيش اي حراره بتبقى موجوده عليها. نحط على الشوكولاته عندي شويه زيت صغيرين، بسم الله الرحمن الرحيم، مقلب دي بدل ما تبشري، يعني بدل ما تبشري الشوكولاته شوف الطريقه دي. هقوم واخد دي كده اهي، حط الشوكولاته مثلا، نحط شويه صغيرين دول حلوين. وبعد كده بنبدا ان انا هاخد عندي الاسباتولا دي كده اهي ونفرد عندي الشوكولاته ديت على الرخامه بالشكل ده، اوديها يمين كده في شمال تبقى رفيعه جدا اهي شايفه. ماشي الكلام الجميل ده. ماشي بعد كده بنبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي اي مقطع عندي كده. بص يا جيمي، بص يا رايق، اظن مفيش احسن من كده اهو. احلى بالبشر صح، واسهل اهي، مفيش اي حاجه بعملها اختراع، هو كل الموضوع بفرد الشوكولاته اديتها بس شويه زيت صغيرين كده. اقوم نايم الشوكولاته ديت جيمي كده. بص يا باشا بقت عامله ازاي، احلى بشر شوكولاته في الدنيا، سهله جدا. كل الزيادات ديت اخدها كده، واخد حته تانيه نعمل تاني اهو حته صغيره اهي. بص تاخدي كده اهو الاسباتولا ديت تبدا تودي الشوكولاته كده يمين وشمال
لحد ما تبدا تمسك على الرخامه، يعني ما تشيليش منها الحاجه اهي غير لما تمسك. بص شغل السيجار ده عامل ازاي، ده شغل عالي ده، خلي بالك. اهو شايف بالسكينه كده اهو، شايف ده يا جماعه عامل ازاي اهي، بتلاقوها بتتعمل بالراحه خالص، واحنا بنشيلها كده اهيت، تحط كده على الاطباق الشيك تشوفوها كده اهيت. بص 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 بالسكينه كده تقوم مايلاها وتطلع. ده مش موضوعي انا بقول لك، بس انت ممكن تعملي منها حاجات كتير قوي، الشوكولاته اللي انت ايه بتفرجيها ديت. انا موضوعي بشر الشوكولاته ده اهو، فده بالتالي بيطلع لي الشوكولاته المبشوره عالميه. اهم حاجه بس وانت بتفردي انك ترفعي الشوكولاته جدا. من دي كده نقسمها كده اهي، ونقوم قاسمين دي كده، ونقوم قاسمين دي كده وكده. وبعد كده كل واحده ديت بنقوم مدينها بعد كده. يا ريس اصحى للشوكولاته، اصحى بقى اصحى بقى، الشغل ده عالي قوي بقى اهي. خدنا الشوكولاته المبشوره حطيناها هنا، وبعد كده التانيه دي كده اهو من الجنب. نلم الزيادات ديت نلم الزيادات ديت ونقوم واخدينها فين اهو، على الجوانب الكريمه اللي عندنا. والله برقم فعلا، والله يا جيمي زي ما قلت لك كده يعني والله دي دلوقتي 400 جنيه دلوقتي، فصدقيني تعمليها في البيت اهيت. والله عملتها لك بكل الخطوات بتاعتها، انا عايز اوريك بس الكيكه الاسفنجيه عشان هي ايه بتزغرط. ما هو انت الفكره بقى لو عملناها من الكريم شانتيه مثلا، هو جيمي بيخسها بس عشان تبقى الناس معانا، بيقول هي دي لو عملناها في البيت هتتكلف كام؟ الفكره. طب انا هحسبها لك عشان اظبطها لك بالظبط في الفاصل، هحسب لك الاسبونش والحاجات كلها لو تورتايه بس هتتكلف كام؟ هي مبدئيا مش هتعدي ال 120 جنيه. لو احنا حسبنا التكلفه بتاعتها كتورتايه بس مش بقيه الحاجه، كيكايه بس بالشوكولاتات بالحاجه، 120 ل 140، 120 ل 140 هحسبها لك بالظبط اقولها لك. هنا بقى عشان اكسر بقوم واخد عندي الكريز حاطينه هنا كده نص نص كده على كل واحده جنية. خلاص يا باشا كده. انا عايز اوريك بس الحاجه الجميله اللي احنا عاملينها دي بقى. بص بص الكيكه الاسفنجيه اللي موجوده عندنا في الفرن، حاجة مظبوطة جدا نقدر نفتح عليها دلوقتي. نقدر بص المنظر ما شاء الله، بص يا باشا الجمال ولا كلمة. هنبدأ نسيبها محتاجة كمان 10 دقايق، بنعمل لها اختبار من نص، دي أكتر مكان ما بيوصلوش الحرارة، فبالتالي لو هي مستوية من نص خلاص بنبدأ نسيبها تبرد لتاني يوم، نقطعها ديسكات ونبدأ اللي احنا نشتغل بيه. ماشي ازاي هنا؟ نفس الحشو اللي احنا عملناه، عملناها هنا جبنا الفورمه ديت اهيت، حطينا واحده واحده واحده، وبعد كده حطينا الكريمه وتطلع بقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. طبعا هو يفضل طبعا ان اي حاجه بتتحشي اي كيك اصلا او اي جاتوه لازم الحاجات تتحط الفريزر، يعني ما ينفعش تشتغل على طول معاكي وتقومي فاهمه، يعني يكون افضل يعني. مفيش حاجات اسهل من كده، بتقومي جايبه الترنش دهوت لازم في ميه سخنه، اي جاتوه بتقطعيه لازم يكون محطوط في ميه سخنه، تقوم واخداه كده تنضفه كل واحده واحده، لازم تقوم شايله تنضفيه كده اهوت، وتقوم ايه السايز يكون قد بعضه
سلام. بص يا جيمي، طبقات الاسبونش مع الكريمه مع اللاينات عامله ازاي؟ ابيض المربى يعني عامله شغل عالي بصراحه. طيب بسم الله، تعالوا نشيل ونحط الاول على الاطباق كده. بص يا جيمي برضو الجاتوه بيتشال ازاي كده اهو، بص من تحت كده اهو اهو، سهله جدا اهي. بتقومي جايبه كده وتقومي شايله كده بايديك اهيت، وتقوم رايحه فين عندي على الطبق اهو، او على البق على طول عادي. احنا لسه هنوجع دماغنا وهتقعد تزوق لي. ما نوجعش دماغنا. دايما بخلي الاخيره دي في النص عشان الجوارب بتاعتها ما تبقاش مظبوطه، عشان شكل الطبق يبقى حلو. بص القطعه دي جاتوه عامله ازاي يا جيمي، ستاندر. بص التقطيعه دنيا شكلها يجنن، او واخدها كده اهيت، لا هتعجبك. ماشي، هنا الكريمه خليك. سلام سلام والله، ربنا يكرمك. بعد كده بنقوم واخدين عندنا الربع كريزاية كده، او ممكن ايه قطع كريس كده عشان بص. ايوه بص تلاقي ايه شكلها حلو قوي، وهي محطوط كده حتت صغيره كده صغنطوطه كده حلوه محطوطه جنب الكريمه، فبالتالي بتعمل الماتشنج بتاع القانون حلو قوي اهو. بس كده الجاتوه خلص. طيب خلي بالك اللي انا بشتغل بيه ده هوت، ده نص كيلو، ده كده الاثنين دول مقادير نص كيلو سبونج فانيليا. هو واخد دي كده اهيت، ونقوم حاطينها هنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونروح نعمل حاجات ثانيه. بس تعال نطلع السبونج بقى يا جيمي. يا سلام لو في خله صغيره خله كبيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشا الجمال، يبرد كام دلوقتي؟ واخد 35 دقيقة بالظبط يبرد، تطلعي على طول. حاجة سهلة جدا. تعال نجيب عندنا طبق هنبدأ نعمل فيه المدور أهي، صح كده؟ نقوم واخدين دي كده أهي، شوية شربطاطة كده حلوين. زي ما حضراتكم كده شايفين ادي عندنا دير حته منبه صغيره كريمه ريمه اهو، حته صغيره برضو سبونج. انا بس احط اتنين بس مش هعمل كتير، هما اتنين بس، اتنين طبقتين اتنين من الاسبونج. القطعة الجاتوه عامله ازاي اهي، تقوم واخداها كده والله يا جماعه احلى حاجه بقى البساطه فيها كده، بس كريمه وسبونج مربى، حته الكريز بتاعتك الجميله. ناقصه ايه بقى؟ تاتش بسيط قوي قوي من الشوكولاته المبشوره.
شكرا كده. حط الثانيه يا جيمي جنبها اهي، ونعمل طبقه اولى اهي. في اكتر في احلى من كده انك تعملي جاتوه في البيت؟ اظن مفيش اسهل من كده كلام يعني. عارفها بتاعت الاومليت بتاعت البيض؟ سوري، بتاعت العيون، البيض العيون اللي هي بيض، هي نفسها بالظبط على فكره. تجيبيها وتعملي فيها الجاتوه يعني. طلع ازاي؟ اهي يا جميل، احنا طلعناها في السيجمنت اللي فات كده. جيب السكينه كده اهو، تمشي على الحروف كده بالراحه خالص. نسلك لها كده ونروق لها الدنيا. بصي اهي كده 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 كده، ايه رايك؟ بص يا باشا، شغل فاخر من الاخر. تاخدي الباشا ديت اهي، مرتبه اهي مرتبه، تاخديها وتقوم رايحها كده وتحطها هنا. حطها فين بقى؟ في التلاجه، تسيبيها تبرد. بعد ما بتبرد تبداي تقطعيها ديسكات وتبداي انت تشتغل منها الكيكه اللي احنا عملناها ديت.